ونرى ماذا قال مكاوي. غريب مكاوي قال شو؟ مكاوي ده في مؤتمر صحفي وقال السنة وعقدوا في يوم اسم هذا الكتاب حتى لا ده تقرير بتاع حالة الوطن. حالة الوطن التقرير الاستراتيجي لمركز الدراسات السودانية الحادي عشر 2010 انا كتبت تقرير اول عن السلوك قاعد اوريك. مكاوي العوض بيقول لي 14 سطح مطلع منهم 4500 ميجا وات. شوف مكاوي العوض قال شو؟ قال هعمل محطه للتوليد بالبحر الاحمر في الفحم الحجري تنتج 4136 ميجا وات، محطه واحده قدر 14 سطح. توليد غرب السودان 2177 ميجا وات، توليد النيل الابيض 3500 ميجا وات، توليد الخرطوم والجزيره 8512 ميجا وات، توليد ديزل المناطق المتفرجه 250 ميجا وات. فماذا فعلوا بمكاوي العوض؟ هذاك مش يسر. شالوه من الحياة القومية الكهرباء ودمجت في سدود لمصلحة من؟ ده سؤال توجه المسؤولين. ده سؤال توجه ليه عملوا كده؟ أنا الآن أوجه لك ولكل أنا أملك إجابة. أنا هذا سؤال لا يمكن أن يجيب عليه إلا من اتخذ القرار. نسأل لماذا اتخذوا هذا القرار بعد ما قال كده؟ عشان يمشي دليل يبنوا 14 سد ما تطلع غير 4500 ميجا وات. بتكلفة عالية جدا. ليت الزملاء في الكنترول الآن يستمعوا لهذا الحديث ويبحثوا عن أين هو الآن. ومكاوي العوض قاعد لو وزير ذاته عبروا وزير في حتة غاية الموضوع عارف وين، لكن قاعد مكاوي العوض قاعد في البلد دي. سيقول لنا ما قال؟ الكلام اللي نشره أنا نقلته منه من سونا ونشره في جريدة السودان ونشره في عدة جرائد بالآل. هاي كله ده كلام مناسبة يعني ذهبت به الركبان. لأن بيودي كما جازة سنماء صحيح. طيب اذا لما نبني سدود في هذه المنطقه ما هو البديل؟ يبقى كلام مكاوي العوض.